الرحمن الرحيم. هنتكلم عن اخر حاجة في السيكل سيل انيميا، وهي السيكل سيل تريت. احنا قلنا علشان سيكل سيل انيميا الفا 2 بيتا 2 سب يونت، البيتا جروبين تشين ليها 2 جين في السيكل سيل انيميا بالاتنين افكتد، انما في السيكل سيل تريت الجين واحد بس افكت، عشان كده هو هيتيروزايجوس. تمام، بيطلع لنا هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين اي اس. The amount of hemoglobin AS is influenced by the number of alpha thalassemia genes present. In most persons with sickle cell trait, الهيموجلوبين A predominate أكتر، هي فيها هيموجلوبين A وهيموجلوبين S. هيموجلوبين A هو البريدومينيت أكتر من 50%، وهيموجلوبين S أقل من 50%. على اليمين البوكس ده، remember إن اللايف سبان بتاع الـ RBCs بتاع اللي في السيكل سيل تريت نورمال، وبالتالي السي بي سي از وذين نورمال رينج في السيكل سيل تريت، ما ننساهاش. هيموجلوبين اناليسيس از دايجنوستيك، مهمه، هيموجلوبين اناليسيس از دايجنوستيك. واحنا قلنا طب الكومبليكيشنز اوف سيكل سيل تريت ايه هي؟ قال لك في ديفينيت اسوشيشن وفي بروبابل اسوشيشن، احتمال تحصل، بوسيبل ممكن حدوثها، unlikely or unproven association يعني مش موجودة، اللي هم عشان الـ MCQ ما يلخبطناش، الستروك والجولستون والبرايابيزم والليج ألسر والأفاسكولار نيكروزيس والفيمورال هيد، الحاجات دي مش associated مع السيكل سيل تريت، هي حالة مايلد شوية. إنما إيه الديفينيت association؟ قال لك تلات حاجات في الكيدني، إيه هما؟ الرينال ميدلري كانسر، الهيماتوريا، والرينال بابيلاري نيكروزس. رينال بابيلاري نيكروزس معاها السبلينيك سيكويست، السبلينيك انفاركشن، الهايبوثينيوريا. الهايبوثينيوريا يعني ريلاتيفلي لو سبيسيفيك جرافيتي اوف ذا كيدني تو كونسنتريت ايه يورين، بس ما تعملش رينال فيلير. خلاص، رقم 6 اكزيرشنال رابدومايوليسيس، اكسرسايز ريليتد سادن ديس، وبروتكشن اجينست سيفير مالاريا، خصوصا لو الانسان انفكتد بايه؟ بالمالاريا فالسيبارم. ليه النظريات اتحطت؟ قالوا لان الهيموجلوبين اس بيبروتكت اجينست الانفكشن اوف ار بي سيز لايه؟ من المالاريا. تمام، الحاجه الثانيه ان في انزيم اسمه هيم اوكسجينيز يبقى موجود بكثره جوه الار بي سيز، هو اللي بيحميها من الايه؟ من المالاريا. خلاص، البروبابل اسوشيشن عادي ممكن يحصل كومبليكيتد هايفيما، ممكن تحصل سبونتينيوسلي في الانتيريور تشامبر اوف ذا اي، بليدنج في الانتيريور تشامبر اوف ذا اي دي اسمها هايفيما. خلاص، رقم 2 فينوس ثرومبو امبوليك ايفنت، فيتال لوس ولو بيرسويت. تمام، ده البروبابل اسوشيشن. البوسيبل الاكيوت تشيست سيندروم، الاسيمتوماتيك بكتيريوريا امبريجنسي، والبروليفراتيف ريتينوباسي. بروليفراتيف ريتينوباسي حاجات تحفظ علشان برضو ايه الاسئله. وات از سيكلينج كولابس؟ يعني ايه سيكلينج كولابس؟ سيكلينج كولابس از اولسو كولد اكزيرشنال سيكلينج، ات اوكيرز وين سيكلد ار بي سيز اكيوميوليت ان ذا بلاد ستريم ديورينج انتنس اكسرسايز and can cause ischemic rhabdomyolysis. احنا قلنا ان ممكن يحصل مع السيكل سيل تريت يحصل معها ايه؟ يحصل معها rhabdomyolysis. خلاص، قلنا ممكن يحصل rhabdomyolysis، exertional rhabdomyolysis مع الـ intense exercise، بيتجمع يتراكم السيكلينج او السيكل دار بيسيز في البلود ستريم. تمام، وده بيعمل اسكيميك رابدوميوليسيس. خلاص، بريسيبيتيتنج سيفير ميتابوليك كونسيكوينسز، ده معنى الايه؟ السيكلينج كولابس. اخر حاجه، ذا سكند موست كومن جلوبين ميوتيشن وورلد وايد از هيموجلوبين اي بيتا. تمام، هيموجلوبين اي بيتا. خلاص، على البوكس اللي على اليمين انفورميشن، الهيموجلوبين سي The mutation is at the same site as hemoglobin S. Lysine instead of valine. Lysine, the amino acid, is instead of a valine. تمام؟ No cycling، ما بيحصلش cycling.
وكان الريزلت ان ممكن يعمل ايه؟ يعمل مايلد انيميا، سبلينوميجالي، شويه جول ستونز، ممكن يبقى اسيمتوماتيك. ده الهيموجلوبين سي. خلاص، شكرا.